ما حكم تنظيم الأسرة؟ تنظيم الأسرة لو كان في هناك واحدة أنجبت، تعمل إيه؟ تجعل فترة من الزمن بين هذا المولود وبين المولود الآخر. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. يعني يمكن أن يكون في هناك مولود تاني قبل مرور سنتين، ها؟ ماشي الحال؟ فلو أن الرجل عزل في هذه الفترة ليستكمل المولود سنتين ثم يكون بعد ذلك هناك حمل جديد، لا بأس في ذلك الأمر. ومن أراد ألا يلتفت إلى مسألة الحولين الكاملين، لا بأس إذا تراضي على ذلك الأمر. وهناك طرق عديدة لتنظيم بين الأولاد، يعني بحيث كل ولد يأخذ حقه في التربية والرضاعة وما إلى ذلك، إما بالعزل وإما بأي وسيلة معروفة في هذه الأعصار. وكل لا يغني من قدر الله شيئا. يعني يمكن لامرأة إن هي تعمل الوسائل اللازمة بحيث ما حصلش هناك حمل وتفاجئ في إيه؟ في حمل ممكن. فلا يغني حذر من قدر. دي مسألة. أما تنظيم الأسرة فيما يعنى به إن أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة، يبقى الواحد يخلف واحدة واثنين ويربط على كده حلوة أو رضا، ويقول لك إحنا نربي العيال أحسن. طب من أدراك؟ طب ما جايز يطلعوا الاثنين مفسودين ويطلعوا عينك من جوه. ومن يدر؟ جايز ربنا يرزقك بسبع عيال يطلع ستة مفسودين ويطلع واحد إيه؟ صالح، ويطلع الأخير هو اللي صالح. والصالح ده يبقى هو البلسم والترياق الشافي لكل البلاوي اللي بتحصل في البيت. لكن ما يحدث ان احنا ننفر الناس من الناس، ده غلط، ده غلط كبير جدا. يعني قرات في الجورنال يقول لك ان منظمه الصحه العالميه بتقول ان وزارات الصحه في حاجه الى 4 مليون فرصه عمل في انحاء العالم. يعني محتاجين في هذه المجالات. وبعدين هذه الصحراء بقى، يعني مكان زي الصحراء الغربيه، الدراسات بتقول بأن الصحراء الغربية في مصر أصلها كان بحرا أو كان نيلا عظيما، والأقمار الصناعية التقطت صور دقيقة لطبقات الأرض في الصحراء الغربية، فوجدت أن بعضا من هذه الطبقات لو فحر فيها شبر لنبع فيه الماء. يعني أماكن في الصحراء الغربية لو خبطت بس الفاس شبر تطلع ماء في الصحراء الغربية. الصحراء الغربية ديت ممكن تكفي لو بحترت فيها 50 مليون بني آدم تكفيه، بحترتهم كده، بحترتهم هيكفيهم وزيادة. يعني الصحراء الغربية ممكن تاخد قد سكان مصر ثلاث مرات صحراء بقى. فليه الناس ما يوليش وجوههم ويعمرهم ويزرعهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا فهي إيه؟ فهي له. يعني أي واحد استصلحوا الأراضي، واللي استصلح حاجة بتاعته مش هنا وبس. فالنبي بيقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم إيه؟ فسيلة، فإن استطاع ألا يموت إلا أن يزرعها فليصنع. يبقى يجتهد، هو خلاص ساعته ما هو وهيموت أهو، لو صنع يغرزها ويموت يعمل كده. دي معنى حرص على الزراعة. طبعا دي كله فيه إشارات إلى أهمية الزراعة، وأن الزراعة من أهم الملامح الحضارية للدولة الإسلامية. الزراعة، ولذلك الدول الإسلامية لما كانت تهتم بالزراعة ويقول لك إن إحنا فلاحين كنا بنطلع إنتاج والأرض بتصح، وكنا بنصدر قمح ورز وقطن وبنصدر، وكنا ما شاء الله. وكانت جماعة الفلاحين تروح لأي قرية أو عزبة أو نجع في أي وقت ليل أو نهار، تجد عندهم الفطير والقرص والمشلتت والعيش بكافة أنواع، المدور والمربع والطويل والرحراح، كله موجود. دلوقتي الفلاحين بيجوا في العربيات الداتسون المنصورة عشان ياخدوا عيش منين؟ من الأفران، ويروح يبيع العيش ده فين؟ في القرى، القرية ما عادش فيها عيش، وبيبيعوا العيش بالفلوس. شوف النكسة اللي أعظم من نكسة 67. ليه ده كله؟ لأننا تركنا هذا الخير الكبير، تركنا زراعة القمح
وزرعنا الكنتالوب والفراولة والحياة دي كلها. فأنا رأيي أن احنا مسألة أن احنا نكثر النسل دي مسألة مهمة جدا، لأن الملاحم ستكون عما قريب، والإسلام سيحتاج إلى شبابه ورجاله، فلابد أن نعد أجيالا لهذا المستقبل الواعد بهذه الملاحم إن شاء الله.